السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا متابعينا الكرام. نحل مع بعض طلابنا الأعزاء أسئلة على التنسيق الهرموني. أول حاجة بيقول لي هنا من الأخطاء التي وقع فيها كلود بيرنر إن الكبد يحتوي على خلايا لغدة قنوية، ولا الكبد يحتوي على خلايا لغدة صماء، ولا الكبد يحتوي على خلايا لغدة قنوية أخرى صماء، ولا البنكرياس يحتوي على خلايا لغدة قنوية أخرى صماء. اخترنا الكبد يحتوي على خلايا الغدة الصماء. ليه؟ لو فاكرين كلود برنارد قال ايه؟ قال انه السكر اللي موجود جوه الكبد ده عبارة عن افراز داخلي ليه، فكده يبقى اعتبر الايه السكر ده اللي بيطلع الدم مباشرة مش متخزن في الكبد، لا ده اعتبر افراز داخلي، يبقى ده خطأ هو وقع فيه لانه بيسألني على الاخطاء. الشكل ده اللي بيقول لي افحص الشكل التالي، انا عندي هنا واحد ده الكبد واثنين المعدة وثلاثة البنكرياس واربعة اللي هي الاثنى عشر، وفي حاجتين طالعين من سين وصاد اللي طالعين من الاثنى عشر بينبهوا البنكرياس، فاكرين الاكتشاف بتاع ستارلينج. بيقول اول ما نكتشف تأثير كل من المواد سين وصاد هو بويسن جونسون ولا فينت ولا كلود برنارد ولا ستارلينج. ستارلينج طبعا لما اكتشف ان في مجرد ان الاكل يدخل من المعدة للاثنى عشر في مواد منشطة اللي هي سين وصاد بتطلع تنبه البنكرياس يفرز العصار البنكرياسية بتاعته. تعالى بعد كده بيقول لي اي مما يلي يعتبر صحيحا، سين يعتبر انزيمات هضم وصاد مواد منشطة، ولا صاد انزيمات هضم وسين مواد منشطة، ولا سين وصاد انزيمات هضم، ولا سين وصاد مواد منشطة. لسه قايلين ان هم بينشطوا البنكرياس يبقى مواد منشطة اللي هي دال. طيب يتم افراز المواد سين وصاد من التركيب، سين وصاد بيطلعوا من اني واحد؟ من أربعة، من التركيب أربعة، تمام؟ يبقى ب، تمام؟ طيب تعالى، يتأثر إفراز المواد سين وصاد بدخول الغذاء، احنا قلنا أول ما الأكل بيدخل المعدة اللي هي بيطلع من المعدة على الاثنى عشر يبقى أول ما بيدخل التركيب أربعة، يبقى إيه؟ دخول الغذاء في التركيب أربعة، تمام؟ خلاص؟ طيب تعالى بعد كده بيقول لي هنا الغدد الصماء تفرز هرمونات وتتخللها شبكة سيفة من الشعرات الدموية. العبارتان صحيحتان؟ ايوه صحيحتان. ليه؟ لان الغدد الصماء بتطلع هرمونات فعلا، والهرمونات دي عشان تروح الدم لازم الغدة يبقى فيها شعرات دموية، يبقى الف، تمام؟ العبارتان صحيحتان وبينهما علاقة. طيب تعالى، الغدد الصماء، الغدد تعتبر الغدد الثدييه من الغدد، الغدد الثدييه من الغدد القنويه ذات افراز خارج الجسم، ذات افراز خارج الجسم بتطلع لبن، تمام، ولها قنوات مش صماء. طيب كل الغدد التاليه تعمل تحت سيطره الغده النخاميه ما عدا الغدد الجارات الدرقيه، لان الدرقيه تحت سيطره الغده النخاميه بيجي لها تي اس اتش، واللبنيه تحت سيطره الغده النخاميه بيجي لها البرولاكتين، والجنسية تحت سيطرة الغدة النخامية بيجي لها FSHLH، الجارات الدرقية ما بيجيلهاش حاجة من الغدة النخامية. طيب تعالى بعد كده، ينتج عن فشل الغدة النخامية في تقليل إفراز المعدل الطبيعي من هرمون النمو في مرحلة الطفولة إلى فشل وتقليل، يبقى الغدة النخامية كده بتطلع زيادة، فشل الغدة النخامية في تقليل يعني بتطلع زيادة وما قدرتش تقلله، يبقى معدل زايد عن الطبيعي من هرمون النمو بيسبب ايه؟ العملاقة، تمام؟ بيسبب العملاقة، تمام؟ تعال نشوف بعد كده، عملنا تحليل عند اجراء تحليل عينة دم انثى عقيمة لقينا ان الاي سي تي اتش والتي اس اتش طبيعيين، تمام؟ ولكن تركيز كل من اف اس اتش وال اتش يختلف عن النسب الطبيعية، يمكن تفسير ذلك لحدوث خلل في الفص الامامي الغدة النخامية. لا، ما هو مش هيحصل فيه، هو اصلا فيه خلل الفص الامامي الغده النخاميه، طالما طلع اف اس اتش وال اتش يبقى فيه خلل. طب منطقه تحت المهاد؟ ها لا طبعا، لان دي طب بتطلع الاكسيتوسين والاي دي اتش. طب الفص الخلفي للغده النخاميه تبع ايه؟ الاكسيتوسين والاي دي اتش. المبيض، الاجابه المبيض هو اللي يحصل فيه خلل. طيب تعال نشوف، قد يؤدي نقص افراز هرمون اف اس اتش وال اتش الى عقم عند الاناث ولا عقم عند الذكور، ولا لا يتاثر خصوبه الرجال والذكور والاناث، ولا عقم عند كل من الذكور والاناث؟ عقم عند كل من الذكور والاناث، قلناها في الفيديو السابق، تمام. تعالى بعد كده بيقول لي اي من الهرمونات التاليه يؤثر في انسجه غير الغديه، غير الغديه تي اس اتش؟ لا، بيأثر في انسجه غديه الغده الدرقيه، ال اتش بيأثر في غده المبيض،
ACTH بيأثر في الغدة الكظرية، يبقى مش باقينا الا الـ EDH ده بيأثر في النفرون اللي هو بيخليه يعمل إعادة امتصاص ويمنع إضرار البول، الهرمون المضاد لإضرار البول. طيب تعالى الهرمونات المفرزة من منطقة تحت المهاد اللي هم مين؟ مين اللي بيطلع من تحت المهاد؟ أوكسيتوسين والـ EDH. طيب بيأثروا الاثنين في الغدة التناسلية المذكرة؟ لا طبعا. الغدة التناسلية المؤنثة؟ لا طبعا. الغدة الدرقية؟ لا طبعا. طب الغدة الثديية؟ بتتأثر بالأوكسيتوسين بس، يبقى صح واحدة ج. تمام. طيب تعالى الهرمون الذي يؤثر في عمل الكريتين بشكل غير مباشر الـ ACTH هو، تمام، وانا اقول لك ليه دلوقتي. TSH ما بيأثرش في عمل الكريتين لا مباشر ولا غير مباشر. EDH لا ده بيأثر مباشر، احنا هنا عايزين غير مباشر. الجروث هرمون لا ما بيأثرش خالص اصلا لا مباشر ولا غير مباشر. طب ليه اخترنا الـ ACTH بيأثر بشكل غير مباشر؟ لان الـ ACTH بينبه الغدة الكظرية، قشرة الغدة الكظرية تطلع هرمون الكورتيكوستيرون والكورتيزول والألتوستيرون. الألتوستيرون بيعمل إعادة امتصاص للأملاح زي الصوديوم ويطرد البوتاسيوم، وده كله عن طريق الكلى، يبقى بيأثر في عمل الكلى بطريق غير مباشر. طيب تعالى نشوف عندما تشرب كمية كبيرة من الماء، طبعا الماء الكتيرة بترفع ضغط الدم، تمام، يؤدي ذلك إلى زيادة إفراز تي سي اتش ملوش دعوة، نقص إفراز تي سي اتش ملوش دعوة، زيادة إفراز هرمون EDH ده انا بقول لك شرب كميه كبيره من الماء يبقى هيزود افراز اي دي اتش. طب ما اي دي اتش بيزود برضو الميه، يبقى هيزود على هيزود؟ لا طبعا. زياده افراز هرمون اي دي اتش دي بتمنع خروج البول، بتقلل خروج البول، وانا عندي كميه كبيره عايز اطلع بول، تمام، يبقى نقص افراز هرمون اي دي اتش. هتقول لي لا ده بيقول في اتش، ما هو الاي دي اتش هو الفي اتش، تمام، اللي هو فاسوبريسين هرمون، هو الانتي دايريتيك هرمون اللي هو هرمون مضاد لافراز البول. يبقى هنا ده الميه كتير بترفع ضغط الدم، فبيقابلها بقى ايه؟ نقص افراز في اتش، تمام، اللي هو اي دي اتش، ده بيقلل ضغط الدم فيحصل توازن. طب تعالى نشوف بعد كده الهرمون الذي يؤثر في عمل الكليتين بشكل مباشر، مين اللي بيأثر بشكل مباشر؟ الاي سي تي اتش، لسه قايلين ان هو غير مباشر لانه بيطلع الدستور. TSH ملوش دعوة. EDH هو ده اللي بيأثر بشكل مباشر، تمام، بيعمل إعادة امتصاص البول فيقلل كمية البول المفرزة. FSH ملوش دعوة. طيب تعالى نشوف يقوم الفص الخلفي للغدة النخامية بإفراز هرمونية الأوكسيتوسين و EDH؟ لا مش هو، لأن اللي بيفرز هرمونية الأوكسيتوسين و EDH هي الخلايا العصبية المفرزة اللي موجودة في منطقة الهايبوثالامس تحت المهاد، وبعد كده بيروحوا الفص الخلفي يتخزنوا وبعدين يطلعوا منه. طيب تخزين هرمونية الـ EDH فقط؟ تخزين بس؟ لا طبعا. تحرير بس؟ لا طبعا، لازم تخزين وتحرير. يبقى تخزين وتحرير هرمونية الـ EDH وأوكسيتوسين، لأنهم يفرزوهم الخلايا العصبية المفرزة من منطقة الهايبوثالامس تحت المهاد. وبكده نكون خلصنا الفيديو القصير ده، وهديكم السؤال رقم 25 وهنبقى نحله مع بعض، هنكمل مع بعض إن شاء الله كتاب الامتحان وهنحل مع بعض إن شاء الله كل الأسئلة. هتحلي لي السؤال ده، هتكتب لي في الكومنتات إجابة سؤال رقم 25. هنقول أي من الهرمونات الآتية يضاد عمله الآخر؟ من الهرمونات اللي جاية دي، كل اتنين اختار لي اتنين ضد بعض، واحد يعلي وواحد يقلل، واحد يزود وواحد ينقص. FSH و LH ولا TSH و VH ولا الأوكسيتوسين والبرولاكتين ولا الكالسيتونين والباراثورمون؟ تمام، جاوب لي الإجابة في الكومنتات، وأتمنى الجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.